وزني خفاني بشدي، وزني كانت 10 سنتي ب5 سنتي، الحمد لله متحسني وزني. يعني بعد ما ولدت تحت الانقاض انقذناها ورحنا اخذناها على المشفى، بعدين رجعت سكنت عند ابن عمي، ضليت شي تميت شي اسبوع، بعدين رحت سكنت بمخيم، وبعدين انتقلت لمخيم ثاني، ضليت شي شهرين ثلاثه، فالجو شوب حار معيشه ماساويه يعني. فاجيت اضطريت استاجرت بيت حاليا قاعد فيه، بالنهار بروح انا واولادي عليه، وبالليل ما بيباتوا خايفين، بنرجع على المخيم نقعد. هي معتبرينها، مو معتبرين يعني، اكيد هي واحدة من اولادي يعني، وولدي مكيفين عليهم كثير يعني، والحمد لله هي ضحوكة يعني، اي واحد يجي تضحك بوجهه.